للدرجه دي هونت عليك يا منصور؟ سيبني مرميه كل ده؟ ما انا كمان هونت عليك وطيرتي مني الموزه وبوظتي لي الليله. انت بتعمل معايا كده ليه يا منصور؟ بتعمل معايا كده ليه؟ انا ربحت الدنيا دي كلها واشتريتك ودست على اقرب الناس ليا علشان انور رضاك، تبقى دي جزاتي في الاخر؟ سيبني مرميه في المستشفى راميه الكلام من غير ما تسال عليا ليه كده يا منصور؟ هو انا للدرجه دي رخيصه عندك؟ خلاص بقى يا بنت حقك عليا، خلاص بقى انا محقولك والله ساعه شيطان، والله ساعه شيطان، حقك عليا خلاص بقى، حقك عليا، حقك عليا. وبعدين لما الواد نزل الشيطان لعب في دماغي وكنت هتجنن، حقك عليا. هو اي راجل هيتضايق هيروح يجيب واحده في البيت يا منصور؟ هتقلبها زريبة يا حبيبتي، دي عميلة وليها قضية عندي. قضية؟ قضية في البيت يا منصور ليه؟ وأنا مختومة على قفايا؟ كانت جاية تديني الأتعاب يعني أشتغل بلوشة يا موحة، يرضيك أشتغل بلوشي؟ تدفعي الأتعاب.